بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حنان مصطفى، موشن جرافيك ديزاينر و اف اكس دايناميك سيميوليشن. تعالوا بقى نبدأ النهاردة نشوف برنامج السينما 4D اللي هو الجديد، اللي هو 2025، اللي هو لسه هينزل. عايزين نعرف طريقة تسطيبه او يتسطب ازاي عشان نعرف نشتغل عليه. طيب، اولا هو ده البرنامج، فهنيجي نفتحه كده هنلاقي السينما 4D 25، ده للويندوز. تمام، تضغط عليها الدبل كليك وتبدأ تخليه يعمل سيت اب للبرنامج. تمام، بس النقطة الأهم من ده كله، طبعا يس، النقطة الأهم من ده كله ان انت تبقى قافل الفاير وول عندك عشان خاطر الكراك ما يضربش. لكن الكراك لو ضرب مش هتعرف تسطب البرنامج. هنا هيظهر لك الشاشة دي، فهتقول له نيكست، هيقول لك ان هو هيعمله في السي عندك. تمام، او يسطبه في السي، فتقوله نيكست، تقول له هو اصلا موجود عندي، فهقول له يس تمام مفيش مشاكل كمل، وانسيبه لحد ما الشريط الاخضر ده يخلص خالص لحد الاخر ويديني فينش. تمام، هرجع اكد تاني، لازم الفاير وول عندك يكون مقفول. بتيجي هنا من السيتنج وتيجي هنا وتكتب فاير وول، بحيث بس الناس اللي هي الكراكات بتاعتها بتضرب او ما بتعرفش تسطب البرنامج بتبقى سايبه الفاير وول مفتوح. تمام، هنا هو مقفول اهو. تمام، فهنا نيجي نخش كده نلاقيه انا عاملاه تيرن اوف، وهنا برضو تيرن اوف. تمام، وهنا نفس الكلام، لا هنا مش هنعمل حاجه. في حاجه تانية، هنا برضو لو انت مش عايزه لو عايز تختار بعض الاوبشن ان هو ما يشوفهاش، فبتختارها من هنا وهكذا. المهم ان انت تقفل الفاير وول خالص وما تخلوش شغال عشان خاطر البرنامج الكراك بتاعه ما يضربش. كده احنا قربنا نخلص، كده هو خلاص خلص وفينش. هنيجي نعمل كده نقول له فينش، هيفتح لك السينما الجديد اللي هو 25 بالشكل ده. بس طبعا هو مش هيفتح للاخر. ايوه، هيجيب لك بقى دوت. انت لو عايز تعمل اكونت على الويب سايت بتاع ماكسون، تمام، بس طبعا انت مش هستفيد حاجه لو عملت كده. عادي، ممكن الـ البرامج بتاعت ماكسون سواء اللي فاتت اللي هي 24 و23، كنت عشان تسطبها تعمل اكونت على الموقع نفسه او على الويب سايت نفسه. تمام، بس في الحاله بتاعت 25، في الحاله بتاعتنا دي، انت هتقفل ده خالص او تقول له كويت اي حاجه. تمام، وتيجي تفتح الكراك. الكراك هنا مديك ملف ريدمي، بنفتحه كده وبنشوف بقى التعليمات اللي هو قايلين عليها. بيقول لك ان انت تريموف اي برنامج للسينما 4 دي قبل كده. تمام، وتعمل داونلود وانستول والحاجات دي كلها. بس في هنا نقطة ان هو بيقول لك على بعد ما تسطبه ان انت بتاخد بتاخد في الملف اللي هو 00 ده، بتاخد البوس بروفيت دي ال اللي هو دول، بتاخد دول كده كليك يمين تقول له كوبي، وبعد كده بتيجي تحطهم فين بقى؟ تيجي تحطهم في السي هنا، بس فين؟ بتيجي تحطهم في الريسولتس في الماكسون سينما 4D 25. بنيجي هنا نجيب بس دي كده شوية، بنيجي هنا في بروجرام فايل. بعد ما بتخش على السي بتخش على بروجرام فايل، وبعد كده بتنزل على ماكسون سينما 4D 25. وبعد كده في هنا حاجة اسمها ريسورس موديول، ريسورس اهي. تمام، خش عليها كده، وفي هنا حاجة اسمها موديول. موديول دي في هنا حاجة اسمها اي او يوزد موديول اهو،
اي او يوز للمديول، وبعد كده هنخش في اللبس، وبعد كده ايه في الويندوز. هنا دبل كليك ونخش هنا، وبعد كده في الويندوز 24 64 عندك هنا دول اهمت. اوكي، فهاجي اعمل كده كليك يمين واقول له ايه بيست، اقول له ريبليس، نقول له كونتينيو، كونتينيو تاني. حط لك الاتنين ملف، ملفين اللي انت خدتهم كوبي كده، انت كركت البرنامج كده، حطيت له الكراك بتاعه. نقفل ده ونقفل ده، ونيجي نفتح سينما 25 ونشوفه هيفتح ولا يعمل لنا مشكلة. هرجع أكد تاني، لازم نقفل الفاير وول يا شباب عشان خاطر الكراكات ما تضربش، والكراك لو ضرب ممكن ترجع تنزل الكراك لوحده مرة تانية. كده احنا فتحنا البرنامج اهو، ما عندناش اي ايرور ولا اداني اي حاجة. سينما 4D 25 او 2025 ده الجديد، تمام كده. بس كده احنا سطبنا البرنامج وتمام وزي الفل ومشي معانا وما فيش اي مشاكل فيه نهائي. اوكي، اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.